هاي شباب، ناس كتير كانت بتسألني على الترانسفورميشن اللي انا نزلتها. لازم تكونوا فاهمين ان اي ترانسفورميشن بتحصل بتبقى 70-80% منها بسبب الاكل. علشان كده الفيديو ده هيكون عن ازاي تقدر تعمل لنفسك الميل بلان او النيوتريشن بلان. فلو انت انترستد في انك عايز تتعلم حاجه زي كده، الفيديو ده هيكون بدائي. قبل ما نبدا، لو انا قلت لك ان انا عملتها في 3 شهور، ده مش معناه انك انت لازم تعملها في 3 شهور برضه. ممكن تعملها في اكتر، ممكن تعملها في اقل، حسب مستواك، الليفل بتاعك، الستارتنج بوينت بتاعك ايه. احنا متفقين ان كالوريز ان فيرسس كالوريز اوت ده اللي بيحدد وذر انت هتزيد في الوزن ولا هتقل في الوزن. اول حاجه هنعملها في البلان انك تحسب الكالوريز بتاعتك. في ايكويشنز للولد وايكويشنز للبنت اللي هو برده موجوده تحت في الديسكربشن. فور سمبلستي، وانت عايز تحسب الكالوريز بتاعتك المينتنس، هتضرب وزنك في 22 لو انت حد بتمرنش خالص. لو انت حد اكتف شويه وبتمرن، ممكن تضربه في 30. ده هيدي لك عدد الكالوريز اللي انت محتاجها في اليوم عشان وزنك ولا يزيد ولا يقل. طيب تعال نقول مثلا انا دلوقتي واحد 70 كيلو، ضربت 70 في 30 اداني 2100 كالوري. عشان الارقام تمشي معانا اسهل، 2000 كالوري. فدلوقتي انا المينتنس بتاعي 2000 كالوري في اليوم. لازم ابص على الجول بتاعي، هل انا عايز ازيد في الوزن في عضلات ولا عايز اخسر فاتس. فلو انا عايز ازيد في الوزن، في الاسبوع ممكن تزود حوالي 200-300 كالوري على المينتنس كالوريز. لو انا عايز اخسر في الوزن، ممكن تقلل من حوالي 300-500 كالوري في اليوم. فتعال نقول في الكيس بتاعتي المينتنس 2000 وانا بحاول اخسر فاتس الفتره دي، فهنقص من 2500، يبقى انا محتاج اكل 1500 كالوري. حاجه برضو على جنب الارقام، انا بقول مثلا من 200-300، من 300-500. الحاجات دي بتفرق على حاجات كتير قوي. اول حاجه على حسب مستواك، على حسب طبيعه جسمك، هل انت اكتومير، اندومورف، ميزومورف، الكلام ده كله بيفرق. فدي حاجات كلها لازم تاخدها انتو كونسيدريشن. طيب هل هفضل طول حياتي 1500 كالوري؟ لا طبعا، انت جسمك بيادابت بعد فتره بقى. لازم كل فتره تعلي الانتنسيتي بتاعتك، يا اما تقلل الكالوريز اللي بتاكلها، يا اما تكتر الكالوريز انت بتطلعها عشان تقدر تكمل في ان انت تلوز فات. نرجع لموضوع الكالوريز تاني، هقسمها ازاي. ماكرو نيوترينز بتاعتي اللي هي بروتين، فاتس، كاربس. البروتين والفاتس هم السيجنيفيكنت، هم اللي بيبقى ليهم حسابات معينه، والباقي بحطهم الكارب. البروتين لما اجي ابص عليها بشوف لكل ويت كيلوغرام في جسمي باخد من 1.6 ل 2.2 جرامز بروتين، يعني قول 2 فور سمبلستي. والفاتس بحب اخليها حوالي ربع الكالوريز بتاعتي. فلو انا 60 كيلو هضرب ال 60 دي في 2 هيديني 120 جرام بروتين، يبقى حوالي 480 كالوري. الفاتس انا عايز حوالي الربع من 1500، يعني حوالي 350 كالوري. فكده اللي هيتبقى لي للكاربس حوالي 650 كالوري. فكده اللي انا عملته ان انا قسمت الكالوريز بتاعتي بحيث ان انا ما اخسرش عضل، او ان انا كمان ممكن ابني عضل، وفي نفس الوقت ان انا عندي الهيلثي فات ريشيو ان هو يسبورت الهرمونز، بلس ان انا عندي كاربز اللي تقدر تفيول التمرين بتاعي. عايزين نحول الكالوريز دي كلها لجرام. بروتين 120 جرام، كاربز كانت حوالي 650 كالوري فاوفر 4 150 جرام، والفاتس كنا قايلين ان هي 350 اوفر 9 35 جرام. الخطوه الثانيه ان انا احول الحاجات دي ل اكل. لو هنبص على بروتين، ممكن نعمل حركه لذيذه قوي ان احنا نحوله كله لفراخ، بعد كده انت تشوف بقى تسبستيتد بحاجه ثانيه. انت مش هتاكل كل يوم فراخ بس طبعا. 120 جرام بروتين دول يعني 400 جرام فراخ. طب هل انا اقدر اكل 400 جرام فراخ في اليوم؟ ممكن تسبستيتد مثلا 100 جرام فراخ تحوله مثلا لخمس او ست بيضات، مش عارف، جبنه قريش، وتشوف بقى تشوف السبستيتد بتاعتك. نفس الكلام بالنسبه للكربوهيدرات، قلنا عايزين 150 جرام يجوا من 500 جرام رز بعد ما يبقى مسلوق. انا احب انصح ان 150 ده قليل قوي، احنا بس عشان ارقام فيها استيميت كتير قوي، بس انت في اليوم حاول ما تقلش من حوالي 150 جرام ده، عشان انت بتحتاج كربوهيدرات لمخك انه فانكشن، محتاج تفيول الورك اوت بتاعك. دلوقتي هل انا اكل رز بس اليوم كله؟ لا، ممكن ابص برده سبستيوت اشوف الرز الايكويفالنت بتاعه مثلا بالنسبه للبطاطس المسلوقه او البيك، الشوفان، الفاكهه دي فيها كام كالوري، وابتدي سبستيوت كل ده. من اللي انا بعمله ان انا عامل داتابيز لنفسي، ممكن اوريها لكم كده صغيره. حطيت البروتين هنا، بعد كده حطيت باستا هنا، وبعد كده حطيت الفاكهه هنا، وهكذا حطيت الفات سورسز، الالمندز، الكاجوز، الاويل، الكلام ده كله، وبقدر سبستيوت ما بينهم. انا حتى عامل، والله بتعمل واحده ماكدونالدز، والله انا عامل كالوري اندكس ماكدونالدز شيت ميلز، بس ده مش موضوعنا. بس ده برضو بيفتح بيودينا لتاني حاجه، وهي الفلكسبل دايتنج. انت مش لازم تاكل كل حاجه بالظبط، لو في حاجه بتماتش الكالوريز بتاعت التانيه ممكن تسبستيوت ده بده. ممكن تسبستيوت حته شوكولاته عادي بحته رز طالما انت عارف الكالوريز اللي هنا واللي هنا، بحيث ان انت بس تبقى فلكسبل وتقدر تستيك للبلان بتاعتك على قد ما تقدر. حاجه تانيه برضو لازم ما نهملهاش، وهي المايكرو نيوترينز، الفيتامينز، المينرالز، الحاجات دي كلها بتبقى مهمه قوي لصحتك وكمان لتمرينك. فلازم تاخد بالك اكلك يكون متنوع، يكون فيه فيجيتابلز، نتس، يكون في مصادر اكل مختلفه، بحيث انك تقدر تجيب كل الحاجات اللي انت محتاجها زي الكالسيوم، المغنيسيوم، والايرون، والفيتامين اي وسي ودي والكلام ده كله من اكل مختلف. بلس ان ممكن تزود سبلمنتيشن في مالتي فيتامين تاخده الصبح لو انت الدايت بتاعك ما فيهوش سمك، ميجا 3 برضه هيبقى مفيد ليك. بس ده كان يعني جايد لاين خفيف كده بحيث ازاي تقدر تستراكشر الدايت بتاعك.